نروحوا دلوقتي لدمياط، من كفر الشيخ لدمياط كده، تحية لأهلنا وناس بلدنا في دمياط وكفر الشيخ، ونبص كده ونصبح عليهم بالصورة دلوقتي من الدرون كاميرا. احنا دلوقتي من دمياط، مش عارف ده هو المدخل او ده الطريق الزراعي مدخل محافظة دمياط ولا لا. هو فعلا مدخل محافظة دمياط. دمياط طبعا من المحافظات الجميلة والرائعة جدا يا اسماء، واللي ناسها كده بيقولوا عليهم شغيلة فعلا يعني. طبعا دمياط هي اليابان بتاعت مصر كده، تشعري كده ان فيها صناعة واساس وغيره، واهلها عندهم احترام شديد طبعا للعمل، في كل حتة للعمل. كانوا بيصحوا الصبح في وقت معين، الورشة بتتفتح امتى، كلهم بيشتغلوا شغيلة يعني. زي ما هي محافظة دمياط المحافظة الوحيدة اللي صفر في البطالة، ما عندهاش بطاله، ما فيش حد في دمياط اسمه يتخرج ويقعد في البيت ولا قاعد في قهوه ولا مستني الوظيفه، لا هناك الناس كلها بتشتغل. وطبعا محافظه دمياط احنا عارفين ان هي بتقع على ساحل البحر المتوسط، وبها فرع دمياط من نهر النيل، وبيصب في البحر المتوسط عند راس البر. طبعا في ميناء دمياط، وطبعا كمان من اهم المراكز اللي في محافظه دمياط مركز فرسكور، ده احد المراكز الكبرى طبعا في المحافظه. ودمياط بتتميز كمان بالزراعه في النخيل، في الجوافه كمان، الجوافه الدمياطي مشبت طبعا ده حاجه، لكن الجوافه في المحاصيل الزراعيه يعني. فتحيه كده لاهلنا في دمياط، وصوره جميله من محافظه دمياط، تعالوا نشوفها ونستمتع كده بجمال بلدنا.